جوزت انت عندك كام سنة؟ 16 جوزت بدري كده ليه؟ يعني، كانت ظروف شخصية. طيب انت اتعرفت على جوزك ازاي؟ احكي لنا القصة جت ازاي؟ كنت شغالة معاه في شغل في مزرعة، و يعني قال لي ان انا طلقت مراتي وكده واتجوزيني، اتجوزته وجت حصل فيه شوية مشاكل كده، وراح رجع لمراته التانية فسابني ومشي. طب احكي لنا، يعني هو انت دلوقتي، هو لما جه وقال لك ان هو عايز يجي يتجوزك، يعني اهلك وافقوا على طول بالرغم ان انت كنت لسه صغيرة؟ عادي يعني ان عادي. جوزته. بعد ما اتجوزتي فين بقى؟ رحتي عشتي معاه في الصحراء برضه؟ لا عشت معاه هنا، كان هنا فين؟ مؤجر هنا مأجر هنا. قعدتي متجوزة كام سنة؟ 4 شهور. 4 شهور. وبعد كده ايه اللي حصل؟ بعد كده مشي، راجع على مراته التانية ومشي وسابني. ماشي وساب. مش هو قالك ان هو ساب مراته؟ لا ما طبعا ما سايبها، طبعا ما سابهاش. يعني كذب عليك.